А я вот в этом мог. Да, الله يحفظكم الله يطول لكم العمر وشوفوا هذا الطويحنا تاع وريتهم لكم هذا صغار شتيهم غير طويحنا صغار كنا تيجيو من غمين وشوف اشنو كاين بسم الله بعدا انت هذيك عفتو اخوتي البصله والقزبره معدنوس بسم الله ها وسمحوا لي انا ما كلشي بعدا بعض الخطرات ها هذا البصله الاخرى اللي خليت ها انا غادي نقص منها هذا باش بغيت نعمر الطويحنا التوهي انا وغادي تشوف باش بغيت نعمر واحد المفاجاه زوينه انا ما كنخوك على هاد البصله هادي زيد لا لا خلي تما لا بزاف ما باش ما تطردش انت خلينا بغيت تبغزني عرس يا ربي ما تطعم الله ها هادي شناهي هادي هاديك الكفته البصله تلفتي ليا راسي حط البصله تما هو جيت لك فتا خوتي حتى انا هي لا 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 قطع هذيك الطبيبه عمي ريجي ما بغيتي تقري انت وحدك اه ريجي دابا انا نسمع خوك وجه بطرك عمي الله لا ريجي قعد الله ضاع عرس ربي قعد الله غادي الاخوان بحاجه بحاجه غادي بحك بحك غادي نشوف ما انتم اخوتي من واحد المعلقه كانت من قلب هذوك الحكاك واحد المعلقه ها بسم الله هذا الكمون البلدي ها هو هاد السنطول هاد الوصفه اخوتي بلاتي بعدا نوريكم ما قلتوا لي كاع بعدا انا اش بغيت نكون بعدا اش من شاف شاف قزيب سميوني اخوتي الله يرحم الوالدين وكتبوها في هذاك الكومونتو واش شاف كوميساريا ولا شاف تاع لابيل هانس ولا شنو كاين واش طاقية تخيتي قاعد هادي يقول لك خاص غيبة بمراكش الله يستر عليك صافي حايه عاودكم انا تانا شويه غير الكمون خلينا نقولوا العباد راه سداده ديروا سداده انت دير الغرقه انا ما نخلط لا بيتي ما ندير والو شويه التحميره التحميره ما بقات ايوا انت ما جبتش مرتك تقضي انت سكتوا غادي نضربك والله حتى نضربك ايوا شنو دابا انا تقع لي خوات التحميره تلبسها لمك في وجهك الله تيشهد عليك التحميره اهلي الخوك هاتا نقول عليه والله تا يسل لمك وجهك انت بتخليني بولدك شكون هو ولدك في ملك الله اللي بتخدعني بها ان الله يرحم لك الوالدين واخا هادشي اللي طلعت التحميره راني درتو ولكن غادي نعاود نقعد ها المعلقه ها هي المعلقه ها شوف هذاك ها هو شتي شكون شكون دابا انا انا الاخو يمكن تي تحيه شوقي شي تحيه اللي بضلاتي شوفوا تحيه الناس زوينه اللي تيبغينا واللي ما تيبغينا واح عليكم هذا هو ولدك اللي تتقول لنا سير كم الله سير ابتي سير الله يجيك من الساكتي لا دوا سير انا الاخو هاك انا الاخو يلا هادو خوتي راه عرفتو شنو هو البزار هذا هو بغي نغم هذاك البزار الزوين ها هو ها
أبا ما قلتيش لي اش هادشي بهاد الدقات تاعنا حنا ولا تاع شي واحد موسك هذا لا تاع عباد الله تاع عباد الله وبيخلي قال لي داك عباد الله قال لي خلي شويه الحايل قال لي قطع لي ديك الفتاه وانت اللي ما هضر معاه مين انت تصنت لك هضر معاه والله تبقى معاه واش قلت له سي اخويا بغيتي تمشي عندك هذا ما تاكلش هذا الشيء يلاه صافي خدنا داك الشيء اللي بغينا نوقعوا للجمهور ما بغيتيش تخلينا بنت بغزتنا انا بهذا الشيء باغي يحل لك تنوقعوا هذا الشيء اخوتي والجمهور قطع لك الماكله هذاك ولك اش قلتي؟ اش قلتي فوزي؟ الماكله هذه ثلاث جوج والله ما يقطعش والله ما يقطع الماكله هذاك انت عباد الله ثلاثة باش تعرفوها ما تنساش انا الطبيب اش قال لي تحيه للطبه كاملهم تبع المغرب الله يحفظكم ويحفظ لكم والديكم وتهلاو في المساكن في المغاربه ديجا مريض داويوه وديروا بحال والديكم الله يستر عليكم راه دابا انا والله لا حسيت براسي بخير وعلى خير رحمه الله وشكرتهم زيد زومي على هادشي واش عرفتوا اخوتي هادشي شنو هو نقولوا لكم الخضره الخضره وشويه الدنجال وهادي ماشي خضره سلقتها وصفيتها في هاد الكسيكي شتي كسكاس امي هذا عرفتي شحال مدوز عندها ما عنده حتى لي دينا فيه طبيعي انا ما تنكذب هادشي اللي عطانا الله تاع امي هذا ما عمرها ما تفرط فيه صغير هو اي باش تعرفوني انا الناس ما كذبتش عليكم هاي بسم الله الخضره طيبه واعره هي السوسه نعاود كنت بعد لي باش ننظم الفلاو نعاود نرجع لكم هاي اما هادي هي تبعد تحبكم ها هنا انت الطفار لا تقول انا دير الطفار ولا مكب الطفار ها والو شاد عليا الله صنطراوي انت زيد ركب الطفار عم الله صنطراوي انا صنطراوي خلينا نشوف هذا هذا ديال القوام زمني وزمني وما تعولوا عليا هي تاعتي انا ها انتم اخوتي هاك فيتو لا عطا الله ها البصيله مالك هذاك شو بنتي قول الشلاطه اييه شي سلاط انا ماشي واش مني دقت عليك طال المناضه صافي حل لي هادو عليك طال المناضه خير نشوف لا مناضه ولا مناضه انتم اخوتي راه هادشي هاد الشكل جبير ها سميتو شكل جبير شكل جبير اسمي تامي بارك الله غير سدو سكوت شوف لك المهم بغيت تعطيني ميل قطع هي هذا وين ندير بها هكا انت اول شيء شويه الزيت هاكا هي الزيت المحروق قال لك قلت لك انا المحروق هذاك زيت العود هذاك زيت العود نشوف حل ها انت شما كاع تاع هي العطاويه ها هي والله ما الزيت هذيك والله الزيت هذيك شنو هي تمك شدرا الزيت هذيك هي تحيه للعطاويه زيت العطاويه هاي بنت الحاج الله يحفظهم ويحفظ لهم باهم امك شتي طيحان بالخضره هذه تتبان واعره حيت هو تلغلمي واو
خو قال لي يقطع الغلمي غادي ناكل واحد الشويه وغادي يستغني الله حيت هاد الغلمي قال الطبيب بالله عمي قبل كاع ما كاين عمي لا نتوما كاع هذاك الطبيب اتسع لا عمي ولكن عمي قال لك دير الحاجه انت لا ماشي ترمو راه تاكل ثاني خضره يعني انت ما عندك كلمه ما ترجلتش هاد الله يعطيك اختي على لاله سلمى الله يخلي لك مهمتك ويستر عليك انا خوتي هذه هي قالتي تعشتيها قالتات بالعشق هاي خضيره بالطحان عاوتاني كيبغي يجي ولكن حسب انا نسيتيني انت نسيتي هنا الملحه انا ما تناكلش الملحه راه انا نسيتيني الملحه وانا مالي ايوا نسيتيني انا الملحه راه هي وراك حل هاد الملحه حلها هاي الملحه ريختنا الملحه الملحه ما تدوز هادي هي تيسنت بالشلعه تحيا الشلع اخوتي هو غادي نبدا بعدا بلا بلا نستعتي هي الاولى هاي بيجي هذاك الشيء بنين بالخضره وحق الله العلي والعظيم مشو واش تقدر تزرب ما كاوتي راه كلشي الجوع اللي بكاشي انا دابا كاع ما بشي واحد وصابر حكم الله هادشي اللي عطاني الله خوتي هاهم بسم الله هاهم عمرو راه الفران الفران اخويا الفران هاهم تبارك الله الله يحفظكم هاهم اخوتي شتيهم هانتوما انا بنتي معاهم توايا توايا هاهم هنا في هاد الجنيب هاهم معلمين هادو هاهم هاو على قوة الله أكبر زين هاو هاو واخا بغا يجيو مزاحمين أبغا يجيو واعرين أنت ها ها شتيهم تاكلوهم إن شاء الله بالصحة والراحة والله يخلي لكم الوالدين والله يحفظكم والله يطول لكم العمر ونعاودو نتشافو وقت أخرى وسيبو الله يفاجئ لكم أنا سيدي نهار كبير الله حطاوة سبحان الله العظيم شوف شرينا هذاك مع مسيتي مسيتي تاكل الحوت حتى بالليل هذا ناشفه طيبه لي ناشفه هذا الشرين هذا تاع مال السكر هذا هذا الشرين هذا انا فوت ليه نور الدين راه طلعوا لي السكر الله ثاني يا سيدي ربي تحيه خويا السعيد ما طول قلب هانشوف انا مسني جا الاولى اه انا سيدي انا تحيه الشلب انا نقول للجمهور انا اي انا سيدي انا كان عطت واحد ثاني راه راه هنا راه انا سيدي تبارك الله تبارك الله انا سيدي انا واقيل لك الشيء انا الله تبارك الله انا سيدي واش من نغمه واتي واش اسم نغمه واتي تبارك الله بتشم هاكا خرجت اه حط واحد دابا جولاش تا الغنمية تا الحبس هادو لا فغانو تجا بسوق راس واش تا الغنمية ولا تاع البقري راس تجيب ليها تاع البقري اللي كبار لا 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 انت الغنمية اخو ربته اخويا الله يحفظك الله يحفظك هذا 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 جايب خبزتو اييه ما خشيه لا لا هذا جايب خبزتو سمعت اخوتي غادي تجبد دابا من الفغان غادي نبدا تنعاود نقلبها باش تعاود تطيب ويجي داك الشيء محمر ومزمر وبالصحه والراحه والله يحفظكم ملي غادي نجبدنا ميعادنا الدار وغادي ندوق خوتي من طنجه للقويره يا وينا خوتنا الجزائر وينا خاوة خاوة ما كاين اعتقد انت واخد لي حياه انا ما عندي ما يتسال انا غادي نكون السبب باش تحلنا الحدود انت السبب ما يا ربي منين سلط عليا انا وياك غادي اش بغيتي نجيب تشوف ها هو خوتي الجمهور الكريم ها هو مرحبا بكم من طنجه للقويره كاع اللي تشهى شي حاجه يعلمني والله حتى نقادها ليه وخوتي الجزائر خاوه خاوه ما كاين عداوه يا تشهيتو شي حاجه وشي واحد جا المغرب مرحبا به 6000 مرحبا راه خوتنا انتوما واش من نهار يتحل الحدود تاكلوا معايا الطواح والله يحفظكم الله يطول لكم العمر والله يخلي لكم والديكم هذا الطويحين ها هو شتيه ها هو صغير هو شتيه بدا هو الصغير بهاد الطواحن ها هو تاع الجمهور هذا والله لا بغيت ناكلو ولكن يا خويا قاتل عليا الطبيب الله عنده عام فوزي اجي ما شتيش هاد الطواحن اللي قلتي لنا عاد جيتي كاميرا لا السلام عليكم اخويا واش قال لك انت بعدا ما تاكلش قلتها لي وما تتسنش والله يجيب لي كل الحق
هذاك التوعية هذا بدا ياكل اللي باقي صحيح. ايوا هذا ماك عاش داير انا التوعية تاع الخضر بتاكلوه انتوما. ما ولا زيد تاع الخضر. هما عاد لهم هما هما ايه عشيش ها ثلاثة صافي هادو كل واحد وخبي الاخر. اه هادو بغيت نخليهم لامي هما الاولاد خسر اخوتي شو هاد المريخة كي داير زينة هاديك. ها هي واخا انا من عليا ناكل هاد. لا 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 ناكل هاد والله تاع العمل والله باقيش انت تفكر. انت شو كي داير في الخبزة نقعاتي وحق الله الا النقعات تطيح. انا كذبت عليكم لا تسمحوا لي طال عند الله ومرحبا بكم انا غا خوتي انتم غا هكا نبقى معاكم وعزاز عليا ونبغيكم تاكلوا هاد الشيء هاك كول بسم الله سخير لك يلا حيا الشميشه قول لهم انا امك شميشه كول على رقم تقول لهم الحقيقه طلع نقيد تقوم تقول لهم الحقيقه والله الا ما يحزوني هاك زوين اجي وين عطا بنتي الدقه ما غاديش تبان هاي عطا بنتي زاد نكرال شتا عطا والله الا البنا يا كذبت عليكم والله ما ماشي تنشي ليكم اخويا انا قلت لكم والله واش حاجه يجي مرحبا به ها انت هو وشو باش خيطتم ما كاينش النفت عاد الكوردون لا ستي كوردون جالسنا كوردون جالسنا كوردون ها هو ايوا اخويا اش بغيت نقول لكم الله يفاجئ لكم على والديكم والله يعاونكم والله يحفظكم والله يطول لكم العمر وباي باي عليكم حياه بات بات مو